بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد تحت عنوان من هنا يأتي النصر، وما زلنا نتكلم عن الأسباب التي ذكرها صاحب الظلال والتي قد يبطئ النصر من أجلها عن الفئة المؤمنة التي أخرجت من ديارها بغير حق إلا أن تقول ربنا الله. يقول هنا: وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ودعوته، فهي تقاتل المغنم من تحققه، أو تقاتل حمية لذاتها، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. والله عز وجل يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه. عندما نقرأ هذا النص وننظر إلى حالنا ونرى من بيننا، بل من بين كبارنا، من يهدف إلى الشهرة، من يهدف إلى المال، حتى من يهدف إلى السلطان لنفسه، ليس السلطان لدين الله عز وجل، من يهدف إلى السلطان لنفسه وغير ذلك من الأغراض المدخولة، هنا لا نتعجب، لأن هذه الأسباب ليس فقط من شأنها أن تكون سببا في إبطاء النصر، بل هي من معوقات النصر أساسا. لماذا؟ لأننا الأصل أننا نجاهد في سبيل الله، والله عز وجل يقول: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، يعني نحن نريد النصر من الله، والله عز وجل ينصر من ينصره. فإذا لم نكن ناصرين له، فلماذا نسأل الله النصر؟ ولماذا ننتظر النصر من الله؟ أمر طبيعي جدا أن يتأخر عنا وأن يبطئ عنا. وفي سورة محمد كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ففي الحقيقة ينبغي أن تتجرد نفوس الأمة المؤمنة، وأن يكون هدفها واضحا، وأن يكون هدفها الأعلى هو نصرة دين الله تبارك وتعالى. فقد يتأخر النصر من أجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، أو الرجل يقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ هذه كلها كانت أسباب الجهاد والقتال في الجاهلية، لكن عندنا كمؤمنين، عندنا كموحدين، الجهاد عندنا فقط لتكون كلمة الله هي العليا. لذلك أجاب عليه الصلاة والسلام قائلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، غير ذلك لا يكون في سبيل الله. والأصل أن المؤمن أساسا كل أعماله لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا في كل الأعمال. الجهاد له خصيصة، الجهاد يتميز عن هذه الأعمال لأنه محطة فارقة تقرب العبد من أجله، تقوده أن يكون في لحظة أمام الله تبارك وتعالى يسأل ويحاسب ويجازى على أعماله. فالواجب في هذا العمل خاصة أن يكون خالصا، لأن وازع الغرض الدخيل غير موجود. ولذلك كان عقاب هؤلاء أشد من عقاب غيرهم، بل هم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. في الحديث المشهور: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم ورجل يقاتل في سبيل الله، يؤتى به ويعرف بنعم الله عز وجل عليه، ويقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل فعلت ليقال فلان شجاع، فلان جريء، أنت فعلت هذا لهدف آخر. سبحان الله. ولأن الوازع غير موجود يكون العقاب أشد، فيكون هؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عافانا الله. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن تجريد الأمة في هذه الساحة
ساحة الجهاد وساحة النضال وساحة البذل وساحة الكفاح لابد أن يكون خالصا لله عز وجل وحده، لا يكون هناك أي دخل ولا يكون هناك أي غرض يتلبس بالمؤمن. وأنا أتكلم هنا عن المؤمنين الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى قائلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لا أتكلم عن المنافقين ولا عمن هم خارج الدائرة أساسا، نتكلم عن المؤمنين. لابد أن تتجرد النفوس، نفوس العامة، نفوس الذين يخوضون هذه المعركة، وخاصة قياداتهم ورموزهم المحركون لهم. لابد أن تتخلص هذه النفوس من أي شائبة قد تتسبب في إعاقة النصر وتأخيره عن الفئة المؤمنة. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.